أهلا بك يا عزيزي المشاهد، لن تصدق، عناكب مخيفة تنتشر في الولايات المتحدة ضخمة جدا وتطير مسافات طويلة، اللهم أغثنا. ولكن فضلا وليس أمرا، لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك بالقناة ليصلك منا كل جديد بإذن الله. انتشرت عناكب كبيرة باللونين الأسود والأصفر من آسيا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، لكنها لا تستدعي الذعر، فهي ليست خطيرة مع أن شكلها قد يبدو مخيفا، ويمكن حتى أن تكون مفيدة للمنظومة البيئية المحلية. ودرس العلماء هذه العناكب الغازية التي تظهر كذلك بالأحمر الفاتح والأزرق الداكن منذ وصولها إلى جورجيا حوالي العام 2013، وفي غضون سنوات قليلة أصبحت الشبكات الضخمة لعناكب جورو منتشرة في غابات هذه المنطقة، وهي تنتج على ارتفاعات في متناول الإنسان، ويصل قطرها إلى أكثر من متر، وتمثل نوعا من مظلة هبوط لهذه العناكب تتيح لها أن تطير مسافات طويلة جراء الهواء. وقال ديفيس من جامعة جورجيا لوكالة فرانس بورس إن سبب إجراء الدراسة يعود إلى الانتشار الكثيف لهذه العناكب، ملاحظا أنها موجودة تقريبا في كل مكان شمال جورجيا، ووصلت العناكب على الأرجح في حاوية، ويتوقع أن تستمر في الانتشار في أمريكا متوجهة شمالا. وسعى الباحثون إلى تعقب وجود العناكب في أمريكا، ورصدت أنواع منها في ساوث ونورث وصولا حتى إلى كلاهما. واعتبر ديفيس أن هذه العناكب تحتاج ربما إلى نحو 20 عاما لتصل من دون أي مساعدة إلى العاصمة واشنطن، مشيرا إلى أن احتمال الانتشار الأسرع يتمثل في دخول العناكب إلى السيارات، بالتالي لمئات الكيلومترات. وتطرقت الدراسة التي أجراها وزميله فريك إلى خصائص هذه العناكب، إذ تتغذى من حشرات صغيرة ويمكنها البقاء على قيد الحياة خلال موجات قصيرة من الصقيع، وبشكل عام يمكنها التكيف مع المناخات المعتدلة كونها آتية من اليابان. وأوضح الباحث أن عناكب الحرير الذهبية مرصودة حالية في كل مكان من الجنوب الشرقي للبلاد، ولا تتسبب بأي ضرر، مضيفا أنها موجودة هناك منذ زمن طويل واندمجت في المنظومة البيئية، ويمكن لعناكب جورو أن تتبع المسار نفسه. ويمكن أن تمثل عناكب جورو كذلك غذاء لبعض الحيوانات كالسحالي والطيور. وبينما أكد ديفيس أنها لا تشكل خطراً على البشر، دعا إلى عدم قتلها، وقال: لا أعتقد أن عناكب جورو تستحق أن تسحق أو تقتل، فهي لا تلاحقنا، وليس ذنبها أنها وجدت في هذا المكان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين.